على قناة الحوار التونسي مجددا، فإنه صحفية بالقناة معدة برنامج يستحق شفاء كانت هبطت ستاتيو وقالت بربي كليمة ونتعدى قاعدين نخل سورانا اللي نخنو في الحوار، معناها ما نبديوش نغلطوا في الناس، لا احنا نرضاو لرواحنا الذل، ولا الفهري يرضاها في روحه إنه ما يخلصش العبيد أولاد الدومين الكل بما فيهم الفريلانسور، ويعرفوا إنه الفهري تنجم تقول عليه اللي تحب ما عدا إنه ما يخلصش. دونك يا أمين جارة مع احتراماتي ليك احكي على روحك فقط. يلا موافق مش موافق سفيان؟ موافق مش موافق، موافق كلامها ولا موافق المعنى شو كلامها؟ المعنى دي موافق. علاش تتنهد في موافق نتاعك؟ لا خاطر ما بنات كل واحد عنده الحق في جانب، معناتها فهمتني وقت يمين قرا حكى انه ما خلصش، معناتها ما فهمش علاش انه يكون خلص وخرج، معناتها وانا من رايي انه المشاكل هذه نتاع كوجينا نتاع اخويا ما تخرجش، ما تخرجش داخليه. وليد هي موافق ولا مش موافق في جهه خاطر؟ لا موافق ولا موافق؟ فوالا ستوب تفسير دقيق تو نرجع لك ساعات. انا مش موافق. موافقه؟ موافق. مش موافق. علاش مش موافق سعدي؟ مش موافق خاطر معناها الضرب هذا زيد، معناها أمين حكى على روحه هو قارني مانيش خالص. متفاهمين؟ معناها ما قالش راهو العباد الكل ماهيش خالصة، هو دافع على روحه. أنك أنت تجي تكذب واحد خدم معاك ولا زميلك ولا كذا ما يجيش زاد، معناها ما 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 لإرضاء لأشخاص معينة هيا نقولوا لا عاد كلنا خالصين، ما يجيش زاد. أمين تكلم، أنا سمعت الحوار تكلم كل تربية وأخلاق وكذا، وما قال حتى كلمة عيب في حتى حد، بالعكس واضح سعدي معناها مزيان العرك بعضها مزيان. لا لا أنا موافق خاطر أنا سمعت الحوار، هو ممكن قال ثم ناس أخرى زاد مش خالصة وساكتة، هي ربما قالت انا خالصه وتكلمت كهو واضحه، اذا كان الامر تطرح وتحكي تحكي فيه هو زوج الاطراف حكي وكهو مش نكون واضحين. جات فتره انهم مش خالصين لمده 4-5 شهور الناس كل، ثم برمضان بداوا يخلصوا بشوي بشوي، معناتها تقريبا مازالوا شهر تقريبا مش خالصين، ودونك ربما ما يحبوش البوليميك، عندهم الحق يدافعوا على قناتهم. بلا انا مانيش موافق خاطر فما حاجتين، مانيش موافق خاطر المعني بالامر هو حكي هو امين قارة. يعني ما جاء حد عرفتك اللي ساعات تحط روحك في مواقف خايبه، والاخير من هذا انك خرجت انه القناه مستقصده انها ما تخلصش من قاره، يعني وليت حاجه كاني متعمده يعني لهنا، وليت حتى قانونيا ينجم يستشهد بها هذيك، ينجم المحامي بتاعه يقول له ما يتفضل يا سيدي هاو يخلصوا في الناس مش خلصوا في، تولي هو اللي عنده حجه اقوى. فهمت؟ واضح. يا ربي نهار يولي النقاشات حول وسائل الإعلام تهم حاجة أخرى للفلوس. يا ربي تعبنا واحنا 10 سنين ما شاء، من بعد الكورونا وبعد صار ظروف أخرى يعني، وجاء نهار وترجع يلا يلا نمشي في الكورة ترى. لا العربي جابر في الحوار سبور البارح قال إنه أتمنى لو كان الجمعيات الكبار بيركوا للترجي بما أنهم ماشيين لأمريكا. بالمناسبة يعني فما قوس حبيت نفتحه، يعني راهو اليوم سي با فاسيل انه نادي تونسي معناها يمشي مع النوادي اللي في العالم هذيك الكل بكبراتها، دونك حاجة تفرح كل التونسيين. وزاد حاجة أخرى بالمناسبة حبيت معناها في إطار الجماهير التونسية في إطار العقلية التونسية للنوادي باش الناس الكل يعني سي لو مومون باش يبدلوا العقلية، تمنيت أنه يعني على غرار بعض الأندية في تونس تمنيت يعني يباركوا للترجي الرياضي التونسي معناها على الصفحات الرسميه نتاعهم، لانه نادي تونسي اليوم ماشي كاس العالم باش يعني يشرف تونس، وابريتو يعني راهي تونس هي باش تمشي يعني لامريكا، دونك على غرار الكبارات الافريقي سي 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 ليتوال هما ذوما اللي يعطيوا الامثله للنوادي الكل باش الناس الكل اليوم اللي يعمل حاجه باهيه. مانيش العقليه والله ماذا بينا ما نبيعوش الوهاب والكذب، خنيفري وصفر صفر والحجره هكا والبياسه والفلوس كلها هابطه، ماهيش تبارك باش تبارك. انا العقليه هذيك مازلنا ما وصلناش، معناها نقول واحده اخرى عربي كيف راهو في الاسبيرانس قبل ما يجي كارتوز كانت فما انتقادات كبيره للمريح اللي تو نشكروا فيه، للتوغاي اللي تو نشكروا فيه، لغيروا من الملاعب ما رابقش بيش دونك محلاها عمر جمال. انا بالعكس خديت اكسترا عمر جمال. يلا من المفروض الجمعيات الكبرى تبارك الترجي موافق ولا مش موافق سفيان؟ ايه هو نورمال مو هذا المعقول. موافق ولا مش موافق؟ والله لا موافق. موافق على الباجات الرسميه نتاع الفرق. لا ماشي باجات انا شنو؟ انا موافق عمر جمال. مش موافق يعني. لا
عليه موافق عمر جمل لا لا سعدي لا تتا موافق ولا مش موافق كلام عربي جاي لا ماكش موافق لا موافق موافق ما عايش تقول موافق عمر جمل لا العقليه قلت لك ريتو كيما تراني يحكي اللوجيك يا يا استاذ تفضل خويا راهو مطران يحكي العربي جابر قال نورمال مو جمعيات الكبار يهنيوا بعضهم هل توافق نعم ام لا نوافق الجمعيات الكبار يهنيوا بعضهم اي نوافق عمر جمل انا والله في غنتين والله نضربوا بدبوزه انا تعبت هكا علاش تعبك بني كان انت توا احنا سنين احنا سنين نعاني وانا ورزق مش تعب كملنا مع بعض نورز موافقه ولا مش موافقه قلت لك موافقه مطران انا رجل مسؤول ورجل دوله في اطاري موافق طبعا انا مانيش موافق طبعا لحظه انت علاش موافق مطران موافق لانه هذه يلزمها الثقافه نتاع الفرق الكل الشيء اللي صاير من عنف وتدمير الأخلاقيات الكرة التونسية أنه ما نعرفوش كلمة بارك الله فيك ما نعرفوش كلمة شكرا احنا في تونس أعداء النجاح والتقزيم يلزم العقلية هذه تتغير على جميع المستويات يلزم الترجي تهني لطوال ولطوال تهني الترجي ونادي صفاقسي تهني الافريقي باش تنهض كرة القدم التونسية ما دام ما عملناش شيء هذا كرة القدم التونسية متخلفة والعقليات متخلفة والذي يحدث في بعض البلاتوات الرياضية متخلف جدا 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 وعلى مدى سنوات المحلين كانوا هما سبب في هذا التجاهل والتناحر في كرة القدم التونسية حتى هم يلزمهم يراجعوا أنفسهم يلزم المحل الرياضي ما يقول كان كلمة طيبة تقول كلمة ماهيش في بلاصتها أو تنتمي للجهة هذه على حساب الجهة هذه هذا اللي باش يقع. سمعت كلمة طيبة. يلزم الكلام الباهي. الباهي كاين جمعية ما لعبتش مليحش يقولها ما هو ما لعبش لا مليح. لا لا لا. شنو كلمة طيبة؟ ما ينجمش يغلب فريق على فريق. احنا ولينا نغلبوا. جمعية تلعب بالخايب يقولوا راك لعب بالخايب. شوف يا نوفل من أسباب تدمير كرة القدم التونسية كان تحب تسمعني يا خويا الغالي. أنه. أما ترى نسمعوا فيك عنا مدة شنو كان تحب تسمعني؟ تينا نناقش فيك. فما واحد يناقشك وما يسمعكش. فاسون بارلير. فاسون بارلي يا نوفل احنا عندنا اربع فرق في تونس والاخرين مكملات الديكور يلزم الفرق على قدم المساواه الناس كل نعطيهم نفس الوقت انا محب سيابين وقفك هنا عليه لا يحكيوا عليهم انا حبيت نقول لك وقت عام 88 غنيوا عنا عن الكوب دافريك طبعا يا نوفل ريت المحلين كل حد يحكي على جمعيته على جمعيته ما يجيش هذا صحيح يلا انت علاش مش موافق انا مش موافق لسبب بسيط جدا الشارع الرياضي بصفه عامه تحبه ولا تكره كي تسالوا على رايه في عمار جمل يقول لك عمار نحبه عمار خاطر يقول كلمه الحق واحنا في تونس تولى حبينا نتعلموا نقولوا كلمه الحق ديما نحبوا لا عربي جابر العربي جابر هاني انا محب للترجي مثلا ناكد لك العربي جابر كان ما جاتش الترجي في السيتواسيون هذه ما يقولوش الكلام هذا اش معناتها معناها هو يقول فيه بمنطق خاطر هو في الكونفور فهمت فاز اللي خملها هو في الكونفور يعني كان ليتوال هزت ما يقولش نهني وليتوال والله لا يقولها وورا هنا رجعوا ما يقولهاش هذيك اللي ما نحبوش انا اكل هذيك اللي ما نحبوش انا اكل كيما قال مطران اكل الصوره اللي تحب بتاع البيرفكسيون ولا لا 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 بالعكس يا خويا هذاك الواقع هذاك الصحيح اللي يقولوا عمار قالوا عمار هذاك الصحيح التونسي وقتها اللي المستمع يصدق علاش المستمع يصدق عمار انت تبع كي ريال هيز برشلونه هنيتها في بلاغ رسمي في بلاغ رسمي في الباج في الباج اوفيسيال تهبط حتى كونغراتيليشن ماركيو بعضهم يهنيوا بعضهم وينبروا على بعضهم وكذا ولكن انا نقول صحيح في تونس مازلنا ما وصلناش للمرحله هذيك وصعيب برشا كان وصولها ومش وماهوش هدف مش معناه ما هوش هدف يعني من غير ما نحاولوا ويجيبوا العالم كل يعرف انه يجيبوا الناس كل تحب بعضها والناس كل خيين ولكن فما حاجات من غير ما يجيبوا الواقع كل انا مش نضربوا ب 500